طيب ويلكم باك يا شباب. في الجزء ده من الترم ان شاء الله هنتكلم عن اوبن ويف جايدز. يعني ايه اوبن ويف جايدز وايه الفرق بين اللي احنا عملناه قبل كده واللي احنا بنعمله دلوقتي؟ الفرق الاساسي احنا كنا متعودين ان احنا نشتغل على ستراكشرز كل الباوندريز بتاعتها كوندكتورز بيرفكت كوندكتور. فاحنا اشتغلنا على بارلل بليت في النص في ماتيريال داي الكتريك ابسلون نوت وابسلون ار، انما من هنا كده ومن هنا بيرفكت كوندكتور. اشتغلنا كمان على ريكتانجلر ويف جايد نفس الكلام في النص داي الكتريك والحوالين ايه كوندكتور. طيب ده خلانا ده فرق معانا في ايه يا شباب؟ فرق معانا ان احنا عارفين ان الفيلد موجود فين؟ جوه الويف جايد. في اي فيلد بره الويف جايد اطلاقا. كمان ساعدنا ماثيماتيكالي بقى واحنا شغالين ان ايه الباوندري كونديشن بتاعنا؟ انه عند كوندكتور ايه؟ الارت فيلد تانجنشال بيساوي صفر. تمام؟ ده اللي احنا اشتغلنا فيه. وهنا شغالين كمان في رينج فريكوانسيز بتاع المايكروويف. تمام؟ كويس قوي. دلوقتي احنا اتنقلنا لرينج لرينج فريكوانسيز مختلف اللي هو بتاع الاوبتيكال فريكوانسيز. طيب ده يفرق معانا في ايه؟ هيفرق معانا في شكل الويف جايد. هيفرق معانا في شكل الويف جايد. فاكرين كم مساله اللي احنا طنشناهم في شيت 3؟ ده معادهم بقى. اوكي؟ اللي هنعمله دلوقتي هو نفس الفكره بتاعته. وايه الفكره بتاعتهم دي؟ ان احنا ما بقاش عندنا الكوندكتور هنا. ما بقاش عندنا الكوندكتور هنا وهنا. فاول ستراكشر هنشتغل عليه هو سلاب ويف جايد. هو اخو البارلل بليت ويف جايد، هو التوأم بتاعه. الفرق ان احنا شلنا الكوندكتور اللي هنا وحطينا ايه؟ ماتيريالز ثانيه. فبقى عندنا هنا كده ايبسلون نوت ايبسلون ار واحد، هنا ايبسلون نوت ايبسلون ار اثنين، هنا ايبسلون نوت ايبسلون ار اثنين. تمام؟ طيب هل دلوقتي بقى عندنا تانجنشال ايرث الفيلد بيساوي زيرو؟ لا. امال ايه اللي عندنا؟ عندنا كونتينيوتي للفيلد. لانهي فيلد؟ للتانجنشال فيلد، للاي والاتش. اوكي؟ فاحنا هنحل بنفس المنطق نفس اللوجيك نفس كل حاجه، بس بدل ما نقول ان الايرث الفيلد تانجنشال بيساوي صفر هنقول الايرث الفيلد تانجنشال ايه؟ كونتينيوس. وكمان الماجنتيك فيلد تانجنشال كونتينيوس. طيب تعالوا كده نشوف ايه الانونز اللي عندنا لما نيجي نحل مبدئيا. هيكون المفروض عندنا هنا تو انونز صح؟ اللي هم كوفيشنز A و B. يعني احنا بنفرض الحل دايما ان هو A كوزين KXX زائد B ساين KXX برضه صح؟ نفرض الحل كده في النص. الحالة اللي بره نفرضه ازاي؟ لو انا بحل طبيعي هفرض ده كمان ان هو كوزين وساين، ده كمان كوزين وساين صح؟ زي ما احنا متعودين قبل كده. بس ده هيديني مشكلة فيزيكال. ايه المشكلة الفيزيكال دي؟ وهنا بنحل الايه؟ احنا المفروض يعني المادة دي بتتكلم على ايه؟ ويف جايدز صح؟ يعني ايه جايد؟ يعني ان شاء الله نفسه يجايد الويف، يبقى ماشي والويف جايدد، يعني هو اللي يتحكم في اتجاهها ضامن جواه الباور بتاعتها. طب لو دي كده كوزاين من هنا كده اهو وهنا كمان وفي النص كمان، فين بقى جايدنج في الموضوع؟ يعني واخد الموضوع لقب مش هينفع. تمام؟ فده بنسميه راديشن مود. راديشن ليه راديشن مود؟ لانه الباور اللي بره كبيره جدا صح؟ الباور دي مكمله لغايه انفينيتي زي ما هي، يعني الفيلد مكمل لغايه انفينيتي زي ما هو. فلو جيت حسبت قد ايه في باور جوه الويف جايد وقد ايه في باور بره هلاقي الموضوع ايه؟ تعبان تماما. الباور معظمها فين؟ بره. فده مش هنعتبره جايدد مود، مش هنسميه جايدد مود. هو مش جايدد ولا حاجه، الفيلد بره زيرو. تمام؟ هنسميه راديتنج مود لانه بيطلع الباور بره وهو ماشي، بتمشي بره في المنطقه اللي فوق اللي تحت دي عادي. يبقى مش هينفع نحل كوساين وساين زي ما احنا متعودين.
مين اخو الكوزين والساين وبرده بيحل الديفرنشال ايكويشن اللي هي سكند اوردر دي الاكسبوننشال. فهنقول خلاص يبقى احنا هنا هنحط اكسبوننشالز سي اكسبوننشال جاما اكس زائد دي اكسبوننشال ناقص جاما اكس. مين الجاما ده؟ مين الجاما ده؟ الجاما ده شباب زي الكي اكس هنا اوكي، بس هيفرق شويه عنه بالايه؟ بالايكويشنز زي ما ممكن نقول بعد كده. من الايكويشنز يعني من السيرفيس اوردر ديفرنشال ايكويشن نفسها. طيب دول حلين اوكي؟ لو افترضنا هنا كده ده الاكس بوزيتيف كده تمام؟ طيب هل الحلين دول فيزيكلي ينفعوا؟ لا مش الاثنين فيزيكلي ينفعوا. ليه؟ تعالوا نرسمهم. احنا خلاص اتفقنا ان الشكل ده مش هينفع صح؟ اتفقنا ده كده راديتنج مود. فانا جوه بس هيبقى كوزاين وبره اكسبوننشال. فالاثنين دول لو انا رسمت يعني لو انا خدت ادي كده الاكس اهو وده شكل الفيلد، فواحد فيهم بيقل كده والتاني ايه؟ بيزيد. هل ينفع الفيلد يزيد وانا رايح ناحيه انفينيتي؟ ده معناه ايه يا شباب؟ معناه ايه ان الفيلد بيزيد ناحيه انفينيتي؟ انه ده مش بس احنا في اللي فاتت كنا متضايقين ان ايه؟ جوه كوزاين وبره كوزاين والباور مش ملمومه جوه. لا ده هنا كده في الحاله دي وهو بيزيد كده، لو يعني لو قلنا ان الفيلد بيزيد كده معناه ان اصلا معظم الباور موجوده فين؟ عند انفينيتي. ده الباور عند انفينيتي بانفينيتي. هل ينفع كده؟ ما ينفعش. ماشي؟ متابع ولا؟ تمام. ده معناه الباور عند انفينيتي بانفينيتي. طبعا ده حل مش مقبول. ده انا عايز انه عند انفينيتي يبقى الباور بكام؟ بزيرو. انا عايز الباور تبقى معظمها حوالين الويف جايد. تمام؟ يبقى الحل اللي هيناسبني هو مين؟ هو الديكين اكسبوننشال. هنا وهنا. علشان وانا ببعد عن الويف جايد الاقي الفيلد بيحصل له ايه؟ بيقل. فانا هسيب هشيل البوزيتيف اكسبوننشال هنا وهنا هسيب مين؟ البوزيتيف اكسبوننشال عشان الاكس هنا بالنيجاتيف صح؟ فالبوزيتيف اكسبوننشال ده هو اللي يخليها تقل. الكلام ده انتوا متابعينه فاهمينه كويس ولا صعب ولا تافه؟ ماشي. انت في الاخر بتحل بتبتدي بطريقه اللي تسهلك، يعني انت تقدر من اي فيلد تبتدي بيه تجيب بقيه الفيلدز. لو مشيت على نفس الطريقه اللي انت متعود عليها في يعني في الجزء الاولاني من الكورس هتطلع نفس الكلام اكسبت فور كونستانت. يعني هو بس هتفرق في تعريف الكونستانت اللي اسمه ايه. فيما عدا ذلك هيطلع الحل زي ما هو بالظبط. بالظبط. تكامل ليه؟ خليني اتشيك تاني كده واتاكد يعني بالظبط ايه الموضوع. بس لا ما اعتقدش، يعني انا بيتهيألي ان انت ما هو متصور. لا يعني صح انا معاك في ان دول الاربعه ايكويشنز دول بيربطوهم كده، بس انا بيتهيألي ان احنا لو رجعنا شويه في قبل اثبات دول يعني هلاقي في علاقات بالعكس. يعني علاقات لو انت معاك الواي تعرف تجيب الزد. بس خليني اتشيك في دي واقول لك. حاضر. بس ارجع تاني واقول لك انت مش لازم تبتدي بالواي يعني بالاي واي او بالاتش اتش او اي حاجه، انت ممكن تبتدي زي ما انت متعود وهتطلع نفس النتائج. يعني مش هتفرق خالص. تمام؟ طيب مين الكي اتش ومين الجاما؟ الكي اتش ده شباب من المعادله هو روت سكويرد كي روت سكويرد ناقص بيتا سكويرد. تمام؟ طيب ومين الجاما؟ بس خلوا بالكم ان ده كده يعني المفروض تكون كي 1 يعني اللي هو في الماتيريال 1. ومين الجاما؟ هي كي 2 سكويرد
زائد بيتا سكويرد. لا سوري، بيتا سكويرد ناقص كي 2 سكويرد. اوكي ده منين؟ ده من المعادله، وهنفهم اكتر شويه ايه معناه بعد كده قدام. بس خلوا بالكم من المعلومه هنا كده ملحوظه يعني لغايه لما نفهمها اكتر، انه البيتا دي هي رقم اصغر من كي 1 انما اكبر من ايه؟ من كي 2. البيتا هي اكبر من كي 1، هي اصغر من كي 1 واكبر من ايه؟ من كي 2، عشان الكي اكس والجاما دول يطلعوا ايه؟ ريل. تمام؟ وخلوا بالكم انه لو الجاما دي طلعت ايماجينري الكلام ده هيتحول انه يبقى ايه؟ ساين وكوساين. ماشي؟ يبقى كومبلكس اكسبوننشال يعني ليها كوساين وساين. خلاص؟ فده حل بالنسبه لنا ما ينفعش، عشان كده لازم البيتا ما ينفعش تكون اصغر من ايه؟ من كي 2 طول ما احنا بندور على جايدد مودز يعني. طيب حلو جدا، نمسك المعادلات دي ونحلها ورا بعض. اوكي انا هفترض ان انتوا ما عندكوش مشكله مع الماث بتاع المعادلات دي، اوكي فمش هشرحه، بس لو انتوا عندكم مشكله معاهم قولوا لي. اوكي وهنوصل لحاجه، اولا في نقطه البدايه هتلاقوا ان احنا علشان نحل المساله دي رحبتها بس الوحيده انه هي ماثيماتيكلي مش سهله قوي يعني، مش اسهل حاجه في الدنيا. تمام؟ فعلشان نريح على روحنا هنستغل حاجه، هنستغل حاجه. الشكل ده ممكن نقسمه لحاجتين. في حاله البارال بليت ويف جايد ما كناش محتاجين ده، المعادلات اساسا حل نفسها. خلاص؟ وبنوصل بسهوله قوي لايه الكونديشن اللي منه نجيب الكي اكس. تمام؟ ما كانش عندنا جاما هناك، ما كانش عندنا غير الكي اكس ده. صح؟ فكنا بسهوله بنقول ده الايه ده هيطلع بصفر والكي اكس ده هتطلع ان على باي، يعني ان باي على دي، وخلص الموضوع في سطرين. الموضوع هنا مش هيخلص في سطرين. تمام؟ خالص يعني. طب نعمل ايه بقى علشان نخليه ابسط؟ قلنا خلاص الشكل ده نفسه هنقسمه نصين. ايه الاحتمالات اللي عندي يا شباب؟ انا ممكن اي حل عندي، اي حل عموما افترض ان هو مجموعه من حلين، واحد فيهم ايفن والتاني ايه؟ اود. ماشي؟ طيب لو ايفن مين من دول هيفضل؟ لو ايفن حوالين السنتر، بصوا الشكل ده كده سيمتريك صح؟ فوق زي تحت مش كده؟ فانا قدامي الحل ممكن يكون يا اما سيمتريك يا اما ايه؟ انتي سيمتريك. لو هو سيمتريك مين من دول هيفضل؟ الكوزاين صح؟ وده هيطير، يبقى ده كده في حاله الايفن. ولو هو اود مين اللي هيفضل؟ الساين. فهنحل المعادلات دي مرتين، مره للايفن ومره للاود. في حاله الايفن ايه عرفت الدي والسي؟ بيساووا بعض مش كده؟ طب وفي حاله الاود؟ بيساووا ايه؟ نيجاتيف بعض. ماشي؟ لو هو ايفن هخلي الكوزاين واقول ان السي بتساوي دي، الحل بتاعي ايفن، يمينه زي شمال. تمام؟ ولو هو اود هقول ايه؟ انا هخلي الساين وسي هي مين؟ نيجاتيف دي، والحل بتاعي اود كومبليتلي. وانا بطمن من جوايا انه اي حل في الدنيا هو عباره عن ايه؟ مجموعه من الاثنين دول. خلاص؟ عملت كده، حطيت الباوندري كونديشنز وكملت، هطلع حاجه اسمها ديسبيرشن ريليشن. المره دي يا شباب مش هنعرف نطلع كي اكس بتساوي ان باي على دي. يا ريت كان بودنا، يعني احنا كان نفسنا نطلع ونقول ان كي اكس بتساوي ايه؟ ان باي على دي، بس المساله صعبه. ما مش بعرف نحلها. اوكي؟ فمن المعادلات دي هنفضل نطلع الكونستنتس بره لغايه لما نوصل لايكويشن بالشكل ده. كي اكس دبليو تان كي اكس دبليو بتساوي جاما دبليو. ده الشكل اللي عندي، دي المعادله اللي فيها الكي اكس والجاما. طب يعني انت جامد كده جبت الكي اكس والجاما يعني؟ لا انا ما جبتهمش لغايه دلوقتي، ما جبتهمش. اوكي فبروح ادور على علاقه ثانيه بين الكي اكس والجاما واحل الاثنين دول مع بعض النيوميريكالي، وايه واعرف الكي اكس بكام والجاما بكام. هو انا ايه الغرض انا بدور عليه يا شباب اصلا؟ انا غرضي ايه من ده كله؟
انا عايز اعرف عايز اعرف الجاما بكام، الكي اتش بكام لو عرفتهم وانا عرفت البيتا بكام، وعايز كمان اجيب الكونستنت دول بدلاله بعض. اوكي، فالكونستنت دول بدلاله بعض دي هتطلع بسهوله. هيفضل لي المشكله الصعبه ان انا عايز اطلع كويان للكي اتش والجاما والبيتا. تمام، مقتنعين لغايه هنا؟ حد عنده اي اعتراض لغايه الجمله دي؟ كويس. احنا بقى هنقعد حبه كتير في الكورس، يعني بقيه السكشن ده وحته من السكشن ده كمان غالبا غرضنا في الحياه نطلع نجيب طرق نطلع بيهم قيم الكي اكس والجاما، علشان المعادله دي حد فيكم بيعرف يبص لها كده يقول لي الكي اكس ب 3 والجاما ب 1 ربع؟ لا. ماشي؟ ازاي نحل المعادله دي بطرق مختلفه جرافيكالي نيوميريكالي و طرق، يعني طريقه ثالثه اسمها نورمالايزد بارامترز. كل الثلاثه دول غرضهم ايه؟ نحل المعادله دي بس. تمام؟ كويس. فعشان نحل المعادله دي مبدئيا تعالوا نرسمها. دي بتاعت مين؟ دي المعادلة بتاعت مين؟ بتاعت التي اي ايفن. في واحدة شبهها بالظبط بتاعت مين؟ بتاعت الاود. ولو حطيتهم هنا هيطلعوا دول كده. طيب ايه الكلام ده؟ الكلام ده بيقول لي الجاما W دي بتتغير ازاي مع الـ THW. يا ترى النقط دي بكام يا شباب؟ باي على الاثنين، باي 3 باي على الاثنين وهكذا. كويس، الحمد لله. طيب كده احنا عرفنا قيمة الـ THW والجاما. لا، احنا عرفنا العلاقات. محتاجين ايكويشن ثانية نحلها مع دي. ايه الايكويشن الثانية اللي ممكن نحلها مع دي؟ البتاعة دي كده شكلها ان شاء الله ممكن تجيب لي علاقة بين مين؟ كيكس وجاما. بتقول ايه؟ بتقول انه معلش انا النهارده منظم بزيادة، تحملوني بس الدنيا هتبقى احسن من كده كمان شوية. اوكي؟ هنقول انه البيتا سكويرد هي مين؟ هي كي 1 سكويرد ناقص كي اكس سكويرد، وهي برضو كي 2 سكويرد زائد جاما سكويرد. ماشي؟ طيب يعني الكلام ده بيساوي الكلام ده. تعالوا كده نكتبها. حد عايز الكلمتين دول؟ طيب كي 1 سكويرد ناقص كي اكس سكويرد هتساوي جاما سكويرد زائد كي 2 سكويرد. هنجيب الجاما والكي اتش في ناحية واحدة، هيبقى جاما سكويرد زائد كي اتش سكويرد هتساوي كي 1 سكويرد ناقص كي 2 سكويرد. هو الكي 1 ده اللي هو بكام؟ مين الان ده؟ انت بتقول ان مين ان ده؟ مبدئيا من اللحظة دي واحنا مكملين مش هنجيب سيرة الابسلون ار ده تاني غالبا. ماشي؟ هنتكلم على مين؟ على ال ان. والان ده هو مين؟ هو جاز الابسلون ار. فأنا هنسمي ده كده بقى ابسلون نوت ان 2 سكويرد، وده هيكون ابسلون نوت ان 1 سكويرد. طيب والكي هي مين؟ هي ان، انت قلت لي ان 1 سكويرد. ماشي، مين بقى مضروب في ايه؟ في الكي نوت. الكي نوت ده اللي هو مين؟ اوميجا على سي. برضه من اللحظه دي احنا هنبطل نقول ايه؟ اوميجا، مش هنتكلم تاني على اف. فهتبقى 2 باي على لامدا. يعني انتوا عارفين متعودين انه كي نوت هي اوميجا على سي. خلاص؟ اوميجا دي اللي هي 2 باي
اف على سي. معلش احنا الاف بتاعتنا بتبقى 100 تير هرتز ماشي، والفريم روم صغيره، فاحنا مش هنقعد نكتب مش عارف كام. انتوا عارفين التيرا دي اللي هي قد ايه؟ اللي هي بعد الجيجا، اللي هي 10 to the power 12. تمام، فاحنا مش هنقعد نكتب ارقام 10 to the power 12، ما حدش فاضل الكلام ده. فهنستخدم بدلها مين؟ اللامدا. اوكي، فهنسميها كده 2 باي اوفر لامدا، واحنا دايما بنشتغل باللامدا دي. اوكي كويس، فدي هتبقى كنوت سكويرد اللي هي قلنا 2 باي على لامدا ناقص ان 2 سكويرد 2 باي على لامدا. طيب هعمل حركه كده اوكي، وهنشوف ليه. هضرب الناحيتين في دول في دبليو سكويرد خلاص، فهتبقى كده جاما سكويرد دبليو سكويرد زائد كي اكس سكويرد دبليو سكويرد هتساوي، وهسمي البتاع ده كده ان اي. ان اي سوري ده سكويرد، ان اي سكويرد كي نوت سكويرد دبليو سكويرد. حلو قوي. بصوا بقى على المعادلة دي وعلى الاكسيس دول. دي معادلة ايه؟ اكس سكوير بلس واي سكوير ايكوال ار سكوير. دي معادلة ايه؟ دايرة. يطلع ان العلاقة بين الاثنين دول دايرة. والدايرة دي عبارة عن ايه؟ الريديوس بتاعها هو مين؟ هو الفي سكوير. هنسمي بقى البتاع ده كده في سكوير. الفي ده في ده اسمه في نمبر. هو يعني اسمه هو كتابته. هو عباره عن حاجتين. كي نوت ده بيقول لي ايه؟ انت شغال عند انهي ويفلنس؟ والان ايه في الدبليو ده الويتس بتاع الويف جايد في فرق ريفرتيف اندرز بتاعه اللي هو بروبرتيز بتاعته يعني شكله عامل ازاي؟ فالفي نمبر هو حاجتين، شكل الويف جايد ايه؟ وشغال عند ويفلنس كام؟ لو انا عارف الاثنين دول هعرف الفي نمبر. عرفت الفي نمبر هروح على الرسمه دي اعمل ايه؟ ارسم الدايره دي ومنها اقدر احدد المودز اللي انا شغال عندها الكي اكس بتاعها بكام والجاما بكام. هعرف منين عدد المودز اللي موجوده عندي؟ تاني طيب ماشي. لان اي سكوير ده هو ان 1 سكوير ناقص ان 2 سكوير، احنا سميناه ان ايه ماشي النيوميريكال ابرتشر. اوكي ده باي ديفينيشن احنا اللي عرفنا حاجه اسمها ان ايه، هي عباره عن جذر ان 1 سكوير ناقص ان 2 سكوير. اوكي زي ما احنا عرفنا حاجه اسمها في، هي عباره عن الترم ده على بعضه. اوكي وجاست ان احنا بصينا على المعادله دي لان هي معادله دايره، لانه ده هو الاكس اكسيس اللي هو اكس سكوير وده هو الواي واي سكوير، في اكس سكوير زائد ار سكوير هو بيساوي رقم سكوير اللي هو الايه؟ الار سكوير ماشي كونستنت يعني مش معتمد على الاثنين دول. ويبقى حل المعادله هو ان انا ارسم الدايره دي واشوف نقط الحل. فين نقط الحل يا شباب؟ الانترسكشن بين الايه؟ بين الازرق ده والاسود صح؟ يبقى هنا عندي كام مود؟ اثنين. اثنين تي اي صح؟ مش كده؟ لان انا رسمه ده هو تي ايفن وتي ايه؟ اود. طيب الكي اكس فيهم بكام؟ الكي اكس فيهم بكام؟ من التقاطعات دي اعرفها صح؟ والجاما هي برضو من نفس الايه؟ التقاطعات. يبقى انا قدرت بالمعادلتين دول دي والديسبرشن ريليشن اعمل ايه؟ اعرف الكي اكس والجاما. شباب بقى نفسي تقول الكلام ده والمعادله دي اتنين وبتاع، احنا خلاص عارفين دي وعارفين دي، ارزع طلع خلصت. اوكي في حد عنده مشكله مع الكلمتين اللي اتقالوا دول؟ متاكدين مليون في الميه؟ طيب سؤال تاني، سؤال تاني. هل في طريقه، هل في طريقه وانس عرفت الفي نمبر بكام اعرف انا عندي كام مود؟ ايه الطريقه؟ ايه؟ كل مود بيبتدي عند ايه؟ زياده باي على الاثنين صح؟ مش كده؟ يبقى لو انا عديت باي على الاثنين يبقى عندي كام مود؟ اثنين.
صح؟ لو عديت الباي يبقى عندي كام؟ لا ازاي؟ لو عديت الباي يبقى عندي كام؟ بصوا اهو 3. عديت 3 باي على 2 يبقى عندي كام؟ 4 وهكذا. يبقى عدد المودز بكام؟ هو الفي مقسوم على ايه؟ باي على 2 بس كده؟ معموله زيرو، ناخد الرقم اللي ايه؟ الانتجر اللي اعلى منه. يعني انا هقسم هنا كده، قسمت الفي على باي على 2 هيطلع لي ايه؟ 1 وحته. فالحته دي هعتبرها ايه؟ مود. ماشي؟ يبقى 2. هنا كده اقسمها هيطلع 2 وحته، الحته دي هعتبرها مود وهكذا. يبقى عدد المودز هو في مقسومه على باي على 2 وهاخد لها سيلينج. العلامه دي كده معناها ايه؟ الرقم اللي لفوق. طيب بس دول كده المودز الايه؟ دي دول المودز؟ لا دول التي اي بس. فهنضرب في 2 اشمعنى؟ علشان في كمان تي ام. خلاص؟ والحقيقه ان التي ام والتي اي تقريبا هنا بيطلعوا منطبقين على بعض، فرق بينهم صغير قوي. ماشي؟ الحمد لله. حد عنده اي مشكله؟ نعم. كويس. طب انت فاهمه الدوائر دي جت منين والرسومات دي جت منين؟ حلو قوي. طب المود فين على الرسمه اصلا؟ عارفه؟ لا. كويس. المودز هي النقط دي. كل مره الكيرف الاسود ده بيقطع الكيرف الازرق ده مود. ماشي؟ ده حل. هو ايه هي المودز؟ يعني ايه؟ يعني ايه المودز موجوده؟ سولوشنز للمعادله دي. بس احنا بقى عندنا مش معادله واحده، احنا عندنا زمان كان، بصوا يا شباب الحته دي ظريفه برضو، احنا زمان ما كانش عندنا المعادله دي، مين اللي كان بدل المعادله دي؟ كانت المعادله اللي عندنا في حاله الكلوز بوف جايد اللي هو البارل بليت، انه ساين كي اكس دي بيساوي زيرو. فقلنا كده كي اكس دي بيساوي ام باي. ماشي؟ ده كان الحل بتاعنا زمان، ده كان بدل المعادلتين دول. يعني ده كان بدل دي مع دي. فأي حل للراجل ده هو إيه؟ هو مود. ماشي؟ نفس الكلام هنا دلوقتي. أي حل للمعادلة دي مع المعادلة دي هو إيه؟ هو مود موجود. ماشي؟ أنت اللي سألتي صح؟ تمام. فعشان كده نقطة الانترسكشن، فعشان نقط الانترسكشن دي تمثل مودز. ماشي؟ طيب عددهم كام بقى؟ عددهم كام؟ انا عارف ان بدايه كل مود بتحصل عند ام باي على 2. ماشي؟ فكل مره الفي بيزيد عن ام باي على 2 في مود زياده ايه؟ بيظهر. يعني بص كده، لو هو اقل من باي على 2 في مود واحد موجود اهو. لو عدى باي على 2 بقى في 2، عدى باي بقى في كام؟ 3. دي واحد هنا واحد هنا واحد هنا، لان كل حل منهم موجود على باي على 2. تمام؟ يبقى انا اقدر اكتبها بالشكل ده، هقسم الفي على باي على 2 اهو، ده مثلا اقل من باي على 2، فالرقم ده هيطلع ايه؟ اقل من 1 صح؟ طب يبقى في كام مود؟ هاخد الرقم ده واخد السقف بتاعه اعليه. اشمعنى؟ علشان انا عارف انه كسر المود بمود، يعني كسر الباي على 2 ده يعبر عن مود. خلاص؟ فيبقى ده كده اقل من 1 فيطلع عدد المودز 1. هنا هو بين الواحد والاثنين فيطلع ايه؟ 2. بين 2 و3 يطلع 3 وهكذا. وهضرب في 2 علشان ايه؟ تي اي وتي ام. تمام؟ تمام كده؟ حلو قوي. تعالوا نحل بقى اول مساله في الشيت. بصوا اول ثلاث مسائل في الشيت مش هنجيب سيرتهم دلوقتي، اوكي؟ يعني اصبروا بس علينا فيهم شويه.
ومحدش يحاول فيهم دلوقتي قوي يعني، يعني لسه برضو مش ما ضغطوش كويس يعني، لسه ما تقليش ان هم ضغطوا في المحاضرات لان هم هيضغطوا بعد كده. حد عايز الكلام ده؟ المسألة بتقول عايز عدد الرايدد مودز في سيليكون سلاب اوف ويدث تي ايكوال 1 مايكرو. In air at the wavelength 1550 نانو. وعارف ان الان بتاعت السيليكون equal 3.5. وطالب من الماكسيم ثيكنس to have single mode operation. تعالوا بقى نرد المسألة ونفهم عشان شوية ايه الترمينولوجي المختلفة شوية دي. من هناك طبعا مفيش أي حاجة خالص من اللي طلع هنا دي طلع عندكم صح؟ طب حاضر سيبكم من المسألة عمليها لكم والحل هكتبه يمين شوية. هو بيقول لي عندي سلاب اوف جرايد اللي هو يعني اللي احنا بنحله ده الثيكنس بتاعه 1 مايكرو، الثيكنس بتاعه 1 مايكرو. عند ويف لينث 1550 نانو. اوكي؟ نانو اللي هو 10 تو ذا باور كام؟ نيجاتيف 9، ماشي؟ قايل انه محطوط في هواء. اوكي؟ والسيليكون ريفيرتيف اندكس 3.5. طالب مني اعرف عدد المودز اللي موجوده والماكسيم ثيكنس علشان يبقى سنجل مود. اوكي؟ هي ايه علاقة الثيكنس بسنجل مود ولا مالتي مود؟ الفي نمبر مش كده؟ الفي نمبر مرتبط بالدبليو وبالتالي ايه؟ اعرف ال طيب مبدئيا الدبليو هنا بكام؟ ولا واحد؟ نص ولا واحد؟ بصوا الدبليو بنص، اشمعنى؟ عشان في الاسبوع بتاع المحاضرة الدبليو ده كان نص الايه؟ الثيكنس، كان دكتور حالل انه من الويف جايد من ناقص دبليو لدبليو ماشي؟ كل المعادلات بتاعتنا الدبليو فيها هو مين؟ نص الفيزيكال ويدث. خلوا بالكم علشان دي مهمه جدا 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 جدا. تمام؟ الدبليو هي نص الفيزيكال ويدث في الايكويشنز اللي دكتور بيثبتها في المحاضره. وخلوا بالكم برضو ان انتوا لو دورتوا على النت احيانا في ناس بتستخدم ترمينولوجي مختلفه. استخدم ان الدبليو هو الايه؟ التوتال ويدث. فانتوا ما تتلخبطوش. يعني انتوا ركزوا في النقطه دي لو انتوا عايزين تدوروا في حاجات اكتر. استفدت ايه لما قال لي انه السلاب ده موجود في الهواء؟ انه ان 2 بكام؟ بواحد. يعني انا عندي كده الويف جايد بالشكل ده هو عرضه 1 مايكرو وهنا ان 2 بواحد وان 1 بثلاثة ونص. كويس. حد يعرف ان انا هجيب عدد المودز ازاي؟ انت هتجاوب. تمام. طب ما في حد كان بس استنى خلاص بقى عشان الراجل ده رفع ايده بقى وبتاع جاوب ناب. ماشي الاول نجيب الفي نمبر اساسا. الفي نمبر بكام؟ كي نوت في دبليو. كي نوت اللي هي بكام؟ لا 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 قول لي جبتها منين؟ 2 باي على لامدا اللي هي 1.55 مايكرو. ماشي اللي هي نص مايكرو تمام. يطلع الفي نمبر بكام بتقول؟ مش هتقدر تقول حاجه دلوقتي. طيب
يطلع في نمبر 2.164 باي. اوكي لما اقسم ده على باي على 2 يطلع بكام؟ 4.325. يبقى عدد المودز بكام؟ 5 تي و5 تي ام ليه 9 يا عم؟ ماشي. طيب حد مش متابع دي؟ قول اسال يا ابني. السكوير روت ده ان احنا خدنا سكوير روت لكل الكلام ده. ماشي ما هي ان ما هي هنا ان ايه تربيع اهو ده في سكوير. الان ايه هي جذر ان 1 سكوير ناقص ان 2 سكوير. معلش. طيب ازاي بقى نجيب السنجل مود اوبريشن؟ ايه الماكسيمم ويث اللي يجيب لي سنجل مود اوبريشن؟ قول الفي نمبر اخر واخره يبقى كام؟ باي على 2. يبقى حول ان الفي بيساوي باي على 2. تمام؟ كويس. يبقى ايه بقى؟ يبقى 2 باي على 1.55 في دبليو في جذر 3.5 سكوير ناقص 1 هيساوي باي على 2. من الكلام ده يطلع ان الدبليو بيساوي 115.5 مايكرومتر. المفروض الفي يكون اقل من باي على 2، وده برضو بيقول ان الدبليو لازم يكون اقل من 115.5، بس هو قال لي الماكسيمم، فالماكسيمم ان هو ايه؟ يساويها. ماشي؟ كويس. طيب حد عنده مشكله مع المساله دي؟ اكيد. طيب نقلب على اللي بعده. معلش، هو لما الدبليو بيبقى 115 يبقى الثيكنس بكام؟ لا ضعف الثيكنس ساعتها يبقى 231. سوري ده نانو مش مايكرو. طيب بروبلم 6 بيقول بروبلم 6 عايزني اديزاين سيمتريك سلاب وف جايد وقال لي يعني ايه سيمتريك سلاب؟ يعني اللي فوق زي اللي تحت. اوكي سلاب وف جايد ان 1.5 الان ايه 0.45 ال V equal 2.1 الراجل مش حرمك من حاجة اهو والسورس اللمدة 0.82 مايكرو عايزني اجيب له ايه بقى؟ اولا ديزاين يعني ايه ديزاين؟ هو مديني N1 فعايز مين؟ N2 وكمان ايه التاني؟ ال W. تمام؟ هو راجل مدينا كل حاجه الحقيقه يعني هو راجل ما حرمناش من حاجه بس احنا هو في الاخر ما اداناش انتو كرقم ما اداناش الدبليو كرقم هم تافهين كل حاجه انا عارف بس يعني ايه نحسبهم تمام. طيب وعايز مننا كمان نجيب له البروبريتنج مودز للتي اي ونجيب كمان هو عايز بروبريتنج مودز وعايز للتي اي نجيب له البروبريشن كونستنس ويرسم شكل الفيلد والكلام ده. اوكي فاحنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل الكلام ده ازاي؟ الاول نجيب لان 2 من لان ايه؟ انا عارف انه لان ايه هي روت سكويرد ان 1 سكويرد ناقص ان 2 سكويرد بتساوي 0.45 وعارف الان 1 بكام يطلع الان 2 بيساوي
مش مشكله احسبه انتوا. اوكي طيب لو حد يعرف يحسبه لنا على طول كده يبقى يا ريت. 1.43 ايوه صح انا فاكر الرقم ده انا استخدمته بس ما كتبتوش. اوكي طيب جبنا ال ان ايه عايز نجيب الدبليو. الدبليو هو مين نجيبه منين؟ من الفي نمبر. انا عارف انه 2 باي على 0.82 في الدبليو في نيوميريكال ابرتشر 0.45 هيساوي 2.1 تمام. من هنا احسب الدبليو ويطلع 609 نانو. خلي بالكم من حاجه، انا متعود وانا بكتب البتاعه دي في الفي نمبر بالذات يعني مش برتب الويف لينث بالدايمنش بتاعتها. يعني انا عارف لو كتبت الويف لينث دي بالمايكرو هيطلع لي دبليو بالايه؟ بالمايكرو. لو كتبت الويف لينث بالنانو هيطلع لي الويتس بالايه؟ بالنانو. فيعني انا بستسهل ان انا على الكريتور ما اكتبش 10 تو باور نيجاتيف 6 دي، بس مش فارق لو حد حاسس ان دي هتلخبطه يعني ايه؟ يعيش حياته. طيب فاضل بقى نجيب مين؟ نخش في الجزء بعد كده بقى المختلف في المساله دي. هو طالب مننا نحسب البروبريشن كونستنتس الكي اكس والجاما والبيتا والكلام ده نحسبهم ازاي؟ من العلاقه اللي كان فيها كي تمام؟ اللي هي جاما كي اكس كي اكس دبليو تان كي اكس دبليو بتساوي جاما ايه؟ دبليو. طيب بس الحقيقه لا لا ما هي 0.609 مايكرو اللي هي 609 نانو. ايه مفيش ايه؟ برافو. لازم التان مع الفي نمبر عشان نعرف الاول. اه صح 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 سوري قبل ما نعرف نسال نسال نفسنا ان في كام مود شغال. بس انت عايز تقول ايه؟ الدبليو دي هي نص الثيكنس. هي نص الثيكنس. طيب الاول في كام مود موجود يا شباب؟ حد يقسم لنا كده ويقول لنا 2.1 على باي على 2 يطلع بكام؟ ايه 1.34 ماشي. فناخد السيلين بتاع 1.34 يطلع 2 ونضرب في 2 كمان عشان تي وتي ان يطلع 4 مودز. هو طالب مننا للتي بس فيبقى احنا هنشتغل على ايه؟ على 2 مودز بس. طيب بصوا المفروض ان احنا نروح نرسم الكلام ده ونقطع الدوائر دي مع المعادلات دي ونحلها. يا اما بطريقه ثانيه نقول انه كي اكس دبليو تان كي اكس دبليو بيساوي جاما دبليو وكي اكس دبليو سكويرد زائد جاما دبليو سكويرد بيساوي في سكويرد. المعادلتين دول نحلهم مع بعض ونعمل ايه؟ ونحل. هل ده ممكن؟ ممكن نروح نشيل الجاما دي نحط مكانها ايه؟ روت سكويرد في سكويرد ناقص كي اكس دبليو سكويرد نحطها على الكالكوليتر نقول له اتفضل ادي المعادله اهي حلها لي اعمل ايه؟ يحلها. تعرفوا ازاي تحلوا مساله زي كده على الكالكوليتر؟ متاكدين؟ حلها ازاي؟ كويس. ما هياش مساله سهله. ليه مش مساله سهله؟ في كام كونديشن. اولا خلوا بالكم انه الستارتنج بوينت بتفرق كتير في الايه؟ في الحل. اشمعنى؟ علشان انا لو اديت الكالكوليتر هو بيحل النيوميريكالي. في طرق كتير تحل النيوميريكالي بس هي بيزكلي في الاخر هو بيمشي ورا الكيرف ويدور هيساوي صفر ايه؟ امتى؟ صح؟ ايه؟ لا مش متاكد ازاي بالظبط الكالكوليتر بتاعته بيحل النيوميريكالي بس هو في الاخر كله بنفس اللوجيك يعني هو هيفضل يدور الكيرفات دي يدور على زيرو. فلو ابتدى من هنا هيلاقي زيرو ده اقرب له. انما لو ابتدى من هنا سوري لو ابتدى من هنا هيلاقي زيرو ده اقرب له. انما لو ابتدى من هنا هيلاقي الزيرو ده ايه؟ اقرب له. وفي النص بين الاثنين هو هيعمل ايه؟ هيعدي على انفينيتي. يعني هو لو ابتدى من هنا ولسبب ما قرر انه يدور على ده هيزعل جامد يعني. تمام؟ عشان المعادله دي فيها ايه؟ فيها تان، والتان از نوت ويل بيهيفد فانكشن. تمام؟ فهنعمل بروسيدير ظريفه نحل بيها الكالكوليتر. انا بشتغل بيها وبحسها ظريفه. اولا انا بفكر هو انا عايز انهي مود؟ ماشي؟ انا هنا عايز انهي مود؟ الاولاني. يبقى الكي اكس دبليو دي الفاليو بتاعتها
اولها فين واخرها فين؟ من صفر باي على 2، فابتدي فاليو باي على 4. اوكي مبدئيا الكالكوليتر بتاعكم بيقدر يحل، بيقدر اديله فاليوز كتيره للايكويشن هو ايه يطلع لي النتيجه. تمام، لما نيجي نكتب حاجه زي كده على الكالكوليتر، لو انا كتبتها بالشكل التاني هكتب له كده اكس في زرار اللي هو الفا اتش ده، ماشي، فهكتب اكس تان اكس هتساوي روت سكويرد، بي سكويرد ده هكتبه كرقم، ماشي، يعني هحط القيمه بتاعته اللي هي هنا ب 2.1 سكويرد ناقص اكس سكويرد. بعدها في زرار اسمه كالكوليت سي ال سي، ماشي، في زرار كده على الكالكوليتر، هات الكالكوليتر بتاعك. بس هو هتلاقوه هنا كده ده، ماشي، كالكوليت هيسالك عايز الاكس بكام، هروح انا قايل له عايز الاكس باي على 4، خلاص هيطلع لي رقم ايا كان، هروح اجرب اكبر الاكس دي سنه صغيره اصغرها سنه صغيره واشوف انا بقرب للزيرو ولا ايه ببعد، وابتدي اخد خطوتين كده كمان ناحيه الايه؟ ناحيه الزيرو، فاهمين؟ يعني افرض ضربت باي على 4، باي على 4 دي يعني انا جربت كده في الاول باي على 4 اللي هي بتساوي 0.78 حاجه، لقيت ان المعادله دي او سوري هساوي، انا هعمل مش هكتب يساوي، انا هعمل ده ماينس ده، المفروض ده ماينس ده يطلع بكام؟ بزيرو، مش كده؟ لو الاتش دي بتحقق المعادله ده ماينس ده يطلع بكام؟ بصفر، ماشي؟ ما طلعش بصفر، طلع ب 0.5. هبتدي اعمل ايه؟ انا عايز اشوف همشي في انهي اتجاه، فهجرب دي بدلها 0.8، لقيت ال 0.5 دي بقت 0.3، ما جاش صح ولا غلط؟ صح. هاخد خطوه كمان اروح لواحد مثلا، هلاقي دي بقت نيجاتيف 0.2، يبقى الحل بتاعي فين؟ نص 8 من 10 ل 1، حاجه في النص كده. اجرب 0.9 احيانا عشان شخص يعني بحب حفرك اروح واخد الديجيت اللي بعديه ومش لاقي كام اتريشن، يبقى الموضوع سريع قوي عشان انت كالكوليتر انت جاست بتدوس كالكوليت الرقم تلاقي النتيجه، ماشي؟ فالموضوع بيبقى سريع. المهم مش قضيه، عرفت ان حله وذين 0.9 اروح قايله 0.9، طلعت حاجه كده مثلا 0.1 حاجه، خلصت اروح مزود هنا ايكوال زيرو، ماشي؟ عارفين ازاي نعمل ايكوال زيرو دي؟ واروح قايل له ايه؟ شيفت سولف، هيستنى كده كام ثانيه واروح قايل لي ايه؟ الاكس بتاعتك بالرقم الفلاني، خلاص؟ طيب عايز ادور على مود تاني اعمل ايه؟ لو انا بقى عايز ادور على المود التاني مش على المود الاولاني اعمل ايه؟ ايه اللي هيفرق هنا؟ مش هبتدي باي على 4 صح؟ هبتدي بكام؟ برضه بلاش باي على 2، بلاش تقرب من حاجه من الايه؟ بالظبط، فبلاش بلاش باي على 2، ناخد قيمه بين الباي على 2 والايه؟ والباي، والتاكلون 3 4 باي مثلا، خلاص؟ نجرب منها نفس السيناريو. في حد مش فاهم اللي حصل دلوقتي ده؟ انا مش متاكد، يعني انا مش حاسس ان هو في طريقه اقولها اكتر من كده، بس هي في الاخر لازم انتوا تجربوها عشان دي حاجه مهمه قوي، لان يعني ممكن مثلا افعل بتاع دي في الاخر احنا مش هنعرف نحل الكلام ده ماثيماتيكلي، هو مش الحل النيوميريكال، فلازم نعرف نعمل حل النيوميريكال كويس. اوكي مثلا انتوا تجربوه بايديكم كتير عشان يتحل. في حاجه ثانيه بقى ظريفه علشان كمان نبعد عن التان وقرفها، خلاص، لانه التان دي فانكشن زي ما بقول لكم ايه مش لطيفه نيوميريكال، فهنعمل ايه؟ عشان برضه ما يبقاش فيه روت وبتاع الكلام المؤلم ده، هاخد البتاع دي كده واعملها سكويرنج، خلاص، واجمع عليها كي اكس دبليو سكوير تاني، فهتبقى كده كي اكس دبليو سكويرد تان سكويرد زائد كي اكس دبليو سكويرد هتساوي جاما جاما دبليو سكويرد زائد كي اكس دبليو سكويرد. مين جاما سكويرد؟ مين ده؟ الفي سكويرد، صح؟ طيب مين بقى
وهاخد الريكومن فاكتور يطلع كاكس دبليو سكويرد في 1 زائد تان سكويرد يساوي في سكويرد. 1 زائد تان سكويرد اللي هو مين؟ سيك سكويرد. هودي سيك سكويرد دي الناحيه الثانيه تطلع ايه؟ كوزين سكويرد. يبقى كي اكس دبليو سكويرد ناقص في سكويرد كوزين سكويرد. دي اظرف كتير، دي اظرف حبه حلوين يعني. اوكي ليه اظرف؟ عشان فيهاش تان وفيهاش روت وفيهاش القرف ده. بس فيها كام تريكه كده ماشي. اولا خلوا بالكم ان كل اللي احنا كنا بندور عليه ده دي حلول مين؟ التي اي ايفن. اوكي التي اي اود بتبقى التان دي ماينس كوتان. اوكي ده هتلاقوا في المحاضرات يعني. وفي حاله الفانكشن الثانيه اللي هي بتاعه ال ثانيه واحده يعني دي كده بتطلع لي الايفن. اللي بتطلع الاود بشيل الكوزاين دي واحط ساين. خلوا بالكم ان انا ممكن اشيل السكويرز دي كلها، بس لو اشيل السكويرز دي كلها هيطلع لي هنا كده ترم هقول لكم عليه. ما علينا، كي اكس دبليو هتساوي في على 2 ساين، لا سوري، في ساين كي اكس دبليو ايه بلس اور ماينس. ايه بقى حته بلس اور ماينس دي؟ دي كده للقطب. بص بقى لما يكون ده ايفن انا عايز ادور على المود الاولاني اللي هو تي اي 0 ده، هحط الاني دي بكام؟ بزيرو ماشي. لما اكون بدور على التي اي 0 هحط هنا البتاع ده بكام؟ بزيرو. لما ادور على التي اي اللي بعده، مين التي اي اللي بعده؟ ده ولا ده؟ الايفن اللي بعده. ركزوا عشان الحته دي بتلخبط شويه، ركزوا معايا عشان الحته دي بتلخبط شويه. هي مين المودز الايفن؟ ده وده وده. ومين الاود؟ ده وده واللي بعده. فانا لما هحط هنا كده في الايفن، انما انا عاوز في المعادله دي هحط ده كده هيبقى ماينس، اللي بعديه بلس، اللي بعديه ماينس، اللي بعديه بلس، وهكذا. اوكي معادله التان دي هتحلها لكم من غير بقى التقريضه بتاعه الايه، ان انت تبقى واخد بالك هي دي ماينس ولا بلس وهكذا. بس في كل الاحوال علشان تتاكد ان انت بتحل المساله دي صح، خلي عينيك مع كالكوليتر. يعني انت عارف، انت عارف كويس ان انت لما تكون بتدور على التي اي ايفن الاولاني انت عايز الرينج من 0 باي على 2، التي اي اود الاولاني من باي ل 2 على باي، التي اي ايفن اللي بعد يعني تاني واحد من باي ل 3 باي على 2. فانت وانت بتدخل كالكوليتر الارقام دخلوا انيشال بوينت مظبوطه بيزد على الفيزيكال اندرستاندينج بتاعك، وكمان لما يطلع لك هو حل تي اتش دبليو كام اتاكد ان هو مطلعه ايه في الرينج المظبوط. اما هو عشان كده دي بقت ساين ما بقتش كوزاين مش زي كده بسبب الاشاره دي يعني. تمام انتوا تهتوا؟ صح؟ طيب طيب انا اسف، انا اسف لو انتوا توهتوا. تعالوا كده نرجع تاني وايه نسمرايز اللي احنا قلناه. انا عندي المعادله الطيبه دي عايز احلها، ايه الحل بتاعي؟ في كده كام شرط في دماغي اكون عارفه. انا عارف انه نمبر اوف مود يعني الرانك بتاع المود بيحدد الكي اكس دبليو. خلاص الايفن الاولاني ده معناه
اني ما بين زيرو ما بين باي على الاثنين. الاود الاولاني انا ما بين باي على الاثنين وباي، خلاص وهكذا and so on. ماشي. طب ده يفرق معايا في ايه؟ بستخدم المعلومه دي مرتين، المره الاولانيه وانا بدي للكالكوليتر الستارتنج بوينت عشان يحل، والمره الثانيه امتى؟ بعد ما يطلع حل اتاكد ان اللي هو قاله لي ده ماتشنج ايه اللي انا فاهمه. خلاص. يعني من الاخر من الاخر ما اديش دماغي للكالكوليتر واقول له ايه حل انت عم وتصرف وقول لي النتيجه بكام اديها للدكتور، لا مش هينفع. تمام. لازم ابقى فاهم انا بدور على ايه فين. ماشي. طيب حد دي عنده فيها مشكله؟ حد دي مش حاسس بالموضوع مش فاهم احنا بنعمل ايه؟ المشكله ان الايكويشن ليها ازيد من حل، والكالكوليتر لانه مش فاهم مش هيعرف يميز بين الحلول، فممكن ادي له بوينت يروح هو ايه طلع لي حاجه ثانيه خالص. فلازم اتاكد ان هو بيطلعه ماشي مع اللي انا فاهمه. تمام. كويس. دي اول نقطه. النقطة التانية انه الايكويشن اللي فيها التان والروت دي مش ايكويشن ظريفة، احيانا كتير نيوميريكالي بتطلع شوية اخطاء معتبرة. خلاص. فقلنا عايزين ندور على معادلة تانية من نفس الاصل، يعني نحطها بس في صورة تانية. ماشي. اظرف. فعملنا ايه؟ عملنا اللفة دي. حد مش فاهم شوية الماث لغاية هنا؟ حد متلخبط فيهم؟ لا لغايه هنا كده ماشي. طيب فطلع لنا حل بالشكل ده، انه كي اتش دبليو ناقص في كوزاين كي اتش دبليو يساوي صفر. معادله اسهل كتير وجميله. ماشي. بس هي واحنا بنطبقها لازم نخلي بالنا من حاجه، ان الاشاره دي بتالترنيت مع المودز. يعني ايه؟ يعني الايفن ده اوكي هتبقى كي اتش دبليو ناقص في كوزاين كي اتش، الايفن اللي بعديه هتبقى ايه؟ زائد كوزاين. الايفن اللي بعديه ترجع تاني ناقص، الايفن اللي بعديه ترجع تاني زائد، وهكذا. ماشي؟ اوكي؟ وفي الاود مش تبقى كوزاين اصلا، هتبقى ايه؟ هتبقى ساين، عشان ديسبيرشن ريليشن بدل ما تبقى تان هتبقى ايه؟ ناقص كوتان. ماشي؟ ماشي ماشي. انت دلوقتي بتتكلم في نقطه الستارتنج بوينت، مفيش مشكله ممكن تعمل كده. لا خلي بالك، تغيير المعادله لازم. اشمعنى؟ علشان الايفن دول جايين من الاصل المعادله دي التان، الاود ما ينفعش اروح معاها في المعادله دي واطلع دي ناقص كوتان. لو عايز اللي انت تقوله ده يمشي، لا بص يا باشمهندس اللي تقوله ده يمشي، لو انت هتشتغل على الايفن وساعتها زود باي مش باي على الاثنين. طيب اسئله. بصوا هو الموضوع دلوقتي ايه؟ يعني في شويه غلط كده، بس انتوا لما تجربوه بعدين هتلاقوا الموضوع ابسط. يعني الموضوع ما فيهوش، انا بس دخلتكم في تفاصيل كتيره قوي وانتوا لسه ما جربتوش اول مره اساسا، فمش حاسين بالمشاكل. جربوا طبيعي، خشوا كده يعني بصدر مفتوح، هتلاقوا في حاجات فرقعات في وشكم، ساعتها هتفتكروا كلامي. خلاص. لو مفيش حاجه فرقعت في الشغل يبقى تمام، يبقى انتوا تمام مش عايزين اللي انا قلته ده وكله زي الفل. طيب نرجع بقى للمساله بتاعتنا. هو الراجل اصلا بيقول ايه؟ عايز يحل المعادله دي، هو معاه ال في وهكذا. تعالوا نجربها بايدينا. اكس تان اكس ناقص، او بصوا انا اجرب له شويه الارقام دي وابعتها لكم على النت احسن. هنجربها انا فايل كده وابعتها لكم اظرف. المهم بعد ما نحل الكلام ده بالطريقه دي هيطلع عندنا الكي اكس هيطلع الكي اكس دبليو في المساله دي بقى للمود الاولاني. الله عليك. 1.04819. تمام. كويس قوي. وده معناه ان الكي اكس بكام؟
1.72 واحد ميجا، هو لان هو رقم مضروب في 10 اس 6. بس خلوا بالكم انه اليونت بتاعت الكلام ده متر ماينس 1، فالميجا دي احسن نخليها ايه؟ مايكروميتر ماينس 1. ماشي؟ الكلام ده مضروب في 10 تو ذا باور 6 متر ماينس 1. احنا ما عندناش اي حاجه خالص بالمتر، صح؟ كيتش ذا بريبريشن كونستنت، مش كده؟ ف 10 تو ذا باور 6 متر ماينس 1 دي اللي هي ايه؟ مايكروميتر ماينس 1. و 10 تو ذا باور 9 هتبقى ايه؟ نانوميتر ماينس 1. جبنا الكي اكس نقدر نجيب البيتا بسهوله. من فين؟ ايه العلاقه اللي بتربط الكي اكس بالبيتا؟ اللي هي انهي واحده؟ فين؟ شاور فين انت؟ معايير ان واحد. فاقدر اجيب اقول ان البيتا هي مين؟ هي روت ان واحد سكويرد كي نوت سكويرد ناقص كي اكس سكويرد، وتطلع البيتا ب 11.364 مايكرومتر اس 1. يفضل الدراما. نعم؟ لا، هو المفروض الاثنين. استنى، جبت واحدة بس. ماشي؟ تقعد الثانية بقى. المسألة اللي بعديها بروبلم 7. نعم. لا 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 لا، خلي بالك الدراما دي مش اتنويشن كونستنت. هو مبدئيا نيبر بير متر هي هي متر ماينس 1، نيبر دايما بلس. ماشي؟ بس هنا احنا مش بنعبر عنها بالنيبر بير متر. بالظبط، فيزيكال هو ما هوش بالظبط. برافو عليك. خلي بالك يا باشمهندس، هنا يلفت نظرنا لحاجه مهمه. هو احنا الفيلد بتاعنا اللي هو في بره الكور ده بيديكي، هل هو بيموت مع الوقت؟ هو مش بيموت مع الوقت، هو كونفايند بس، يعني هو ماشي ما بيقلش. هو ماشي ما بيقلش، هو بيقل لما بيبعد عن الكور، لما بيبعد عن الحته اللي في النص. لكن هو ماشي في الزد عادي، هو الروز من الويف ده مش لوسز. يعني الروز اللي بره الكور ده ما يعتبرش لوست باور، هو عادي مكمل معايا تبع الويف. بس تاني الويف جايد بتاعي ايه؟ اوسع سنه صغيره. عشان كده بنعرف حاجه اسمها دبليو افكتيف، كنا لسه هنقولها في المساله الجايه دي. ايه الدبليو افكتيف ده؟ مش المود بتاعي، مش الويف جايد بتاعي. المفروض حلو المنظر ده، هنا N1 وهنا N2 وهنا N2. لو خدنا المود الاولاني اللي هو التي اللي في الاولاني خالص ده، يبقى حاجه عامله كده، في كوزاين في النص وحواليها ايه؟ ديكي اكسبوننشال. تمام؟ طيب ايه الفرق بين ده وبين البارال بليت ويف جايد؟ في البارال بليت مفيش باور طالعه بره الايه؟ الباوندريز. طيب فقلنا خلاص احنا نقدر نعتبر ان الويف جايد ده ليه باوندريز ايه؟ اكبر سنه صغيره. ماشي؟ همشي هنا كده مسافه ان الباور بتاعتها تقل اي تو باور نيجاتيف 1. خلاص؟ اللي هي مسافه قد ايه يعني؟ اللي هي مسافه واحد على جاما. خلاص؟ وهنا كمان اي تو باور نيجاتيف 1 هي ايه؟ واحد على جاما من الناحيه الثانيه. وهقول انه اعتبر انه طالما الباور نزلت واحد على جاما تبقى ايه؟ طالما الفيلد، سوري مش الباور، طالما الفيلد نزل واحد على جاما يبقى كان الفيلد بقى بايه؟ بصفر. خلاص طنش الباقي ده واحط الباوندريز الجديده بتاعتي واسمي ده دبليو افكتيف. فدبليو افكتيف هو مين؟
ايه القرف ده؟ ده بيبقى فيرتب هو مين؟ يطلع بكام بقى؟ الويتس الافيرتيف ده بكام؟ 2 دبليو زائد ايه؟ 2 على جاما. خلوا بالكم لو الراجل ده مش سيمتريك، لو يمينه مش زي شماله، هيبقى ايه؟ زائد 1 على جاما 1 زائد 1 على جاما 2. خلاص؟ طيب ده علشان يقول لنا ان الباور دي كده ما هياش باور لوست، هي باور المفروض نظريا الباور دي معايا ومكمله زيها زي اللي جوه بالظبط، ولما تروح للريسيفر هي مكمله وصلت. يفضل مشكله انه براكتيكالي بقى، براكتيكالي الباور اللي جوه الكور بتبقى لحد كبير ملمومه، يعني صعب انها تضيع. انما الباور اللي دي مع اي حوادية في الويف جايد، اي تانية في اي مشكله تحصل، تبتدي ايه؟ تسرب منك. خلاص؟ فعشان ما بنحبش يبقى في باور كتيره بره، بس نظريا هي المفروض مكمله زي الباور اللي ايه؟ اللي جوه بالظبط. طيب ديفن، لا سنجل مود ده حاجه تانية، السنجل مود ده حاجه تانية، ريليتد للديسبرشن، ريليتد للديسبرشن دي حاجه تانية. سنجل مود 1500 بس مش هو ده الغرض، لو اشتغلت مالتي مود هيبقى سنجل مود احسن، بس هو يعني خلينا نتكلم في دي بعد السيكشن. طيب جيفن الكلمتين دول يا شباب هقول لكم حاجه، انا كنت عامل حسابي احنا نحل مع بعض مساله 7، بس انا رايي انه افضل تحلوا مساله 7، تجربوا مساله 7 بايديكم لغايه المره الجايه وتطلعوا الارقام. خلاص؟ هي ما فيهاش اي صعوبه اطلاقا، هي بالظبط تكرار الكلمتين دول، الزياده الوحيده اللي فيها استنوا ما تقفلوش لسه هحل معاكم مساله ثانيه، بس سبعه دي انتوا هتحلوها. ايه؟ سوري ايه مش انت قلت لي يا ابني؟ بتشتغلني؟ مش انت يا ابني قال لي ان مفيش محاضره؟ اه اتلغت والكليه ادت خميس اجازه فالدكتور فرجعت يعني؟ اوكي طب خلاص، طب اتكلوا على الله. ماشي، المره الجايه هاتوا المساله 7 دي محلوله، مش عايز تقولوها مش هوش اساينمنت يعني، انا مش هاخد عليه ضرر مش هصلحه. بس يا ريت محدش ما يدفش معاه المساله دي محلوله المره الجايه علشان نمشي ايدينا. حاضر، علشان نمشي ايدينا في المسائل. اوكي؟